السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هاد المشتريات هادو اللي خديت من ليروي مارلين اللي كانوا خاصيني صراحه للكوزينه. شحال وانا كنقلب عليهم كيجيو زوينين هكا بحال شكل منظمات. كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الكرتونه، يعني كديروا فيهم هذاك سميتها الرولو ديال الكارطا، كديروا فيهم هكا براطل ديال العطريه، المهم كدير فيهم داكشي اللي بغيتو. وكانوا عاجبيني من شحال هادي وكانوا خاصيني، المهم لقيتهم في ليرو مارلين وخديتهم صافي. وخديت حتى هاد اللعيبه البنات كما كتشوفوا، هذه ديال كديري فيها هكا المعوق ديال العود المغرف وداكشي، حتى هي اينوكس ولقيتها بثمن مناسب، هي كانت خاصاني لقيتها بجوج اورو 99. وخديت هاد السكافه اللي حتى هي تحتها هما البنات، عندي واحد الخزنه وخديتهم ليهم باش ننظم بها هكا، يعني كاع الحوايج اللي ما كنستعملش بزاف ويعني ونحطهم فيها. حتى هي لقيتها بثمن مناسب ودري لها تخفيض صافي البنات. هادو هما دوك المنظمات من بعد ما ركبتهم هنايا، هذا هو الشكل ديالهم كيف كيجيو. صراحه كيجيو زوينين، يعني كتقدروا تستعملوهم بزاف د الحوايج. انا عندي هاد الكانشي مازال ما درت فيهم والو، بغيت حتى نديرو ناخذ ليهم هكا مغارف هكا انصامبل ونحطهم تمايا صافي. وهنا كت هاد بورتا كارطا حتى هي كديروا فيها هاد الرولو ديال الكارطا وصافي. درت فيها هاد القريعات هنايا، درت انا الحلبه الشانوج ما كان يعني ما كنتش لاقيه لي من البلاصه، المهم لقيت لهم هاد البلايصه هادي درتهم لهم هنا. وهاد القرعه تحتها هما خديتهم البنات من عند شناوة، تبقوا فنين. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديالها، المهم كتقدروا يعني ديروا فيها اللي بغيتوا. وكاينين يعني كاينين يعني بزاف الاشكال وعلى حسب المنظمات اللي نتوما بغيتوا واللي نتوما محتاجين، يعني ما كاينش غير هاد الشكل اللي خديت انا. وهنا كما كتشوفوا درت فيها هاد اللعيبه هادي ديال الزيت والخل اللي كنستعمل دائما في نهاري. انتما كما كتشوفوا ساهلين البنات حتى في التركاب. هادو البنات صدقوا فنين، خديتهم من عند شناوة. راهم ماشي كبار بزاف، اما في المنظر ديالهم فنين وبثمن مناسب، خديتهم تقريبا شي اورو وشي حاجه. هانتوما البنات كما كتجي هذه كديروا فيها بحال هكا المعالق الفراشطو، عند هاد اللعيبه هذه في محاله لا غسلتو بحال هكا المغارف كتسقطر، وعند هاد اللعيبه من التحت اللي كتشد الماء، يعني ثمن مناسب جوج اورو 99. خديتها يعني في هاد في اينوكس، حيت عندي الكوزينه داخل فيها اينوكس كما كتشوفوا، وبغيت يعني نمشي على نفس الستيل. اما هي كانوا صراحه كانوا بزاف الاشكال اللي كانوا صراحه فنين. وخديت البنات هاد بارو هذا ديال الزبل حشاكم اللي حتى هو الصراحه زستق زوين، وباش عجبني يعني ما كيأوكوبيش السباسيو بزاف. وحنا كما كتعرفوا يعني هنايا عندنا كل حاجه كتلاح بوحدها، يعني كتحطوا كتلوحوا الكرتون بوحدو، البلاستيك بوحدو، داكشي ديال لوميدو بوحدو. وكانوا خاصيني صراحه حتى هما لقيتهم بثمن مناسب، هادو خديتهم البنات من عند شناوة وصدقوا زوينين. وكديرهم كما بغيتوا، يعني كتقدروا ديرهم تحت لابابو او كديروا هكا واحد فوق واحد، عندهم هاد اللعيبه اللي كتشدهم. وصراحه صدقوا زوينين وراهم كبار البنات، غير كيبانوا هكا صغار في التصويره. انا صراحه البنات كانوا عاجبيني واحد الشكل اخر ديال الاينوكس، راه تكونوا شفتوا معايا في الفيديو الفايت اللي درت لكم الجوله اللي درت لكم عليها في ليروي ميرلين. بالحق البنات هذاك فكرت يعني غادي نبقى دائما معانيه معاه في المسيح، اقل حاجه كتبان فيه. البنات بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال المقادير ديال البغرير اللي كندير انا، وكيجيني ناجح 100%. حتى انا في الاول ما كانش كينجح ليا، حتى وليت كندير هاد الوصفه يعني كنديرها بعيني مغمضين البنات، وكيجي غزال جربوها. المهم هنا عندي كاس ديال الفورس كما كتشوفوا، كاس ديال العنبه، وعندي ثلاثه الكيسان ديال السميده حتى هما ديال العنبه، وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه ديال الخميره ديال الدار، ومعلقه صغيره ديال السنيده.
وعندي هنايا البنات غدا ندير اولا غندير ربعه الكيسان. ربعه الكيسان البنات 100% ديروهم، وعلى حسب السميده، كاينه السميده اللي كتشرب ديك الساعه غادي تشوفوا يعني الكاس الخامس غادي يبقى على حسب يعني الدقيق واش كيشرب لكم ولا لا، حيت كاينه السميده اللي ما كتشربش وكاينه السميده اللي كتشرب البنات. المهم ربعه 100% غادي ديروا ربعه الكيسان ديال الماء، والخامس غادي تخليوه حتى كتشوفوا عينكم ميزانكم على حسب السميده راه شربت لكم غتزيدوا الكاس الخامس. انا اللي كنا صافي هنا كما كتشوفوا انا درت ثلاثه الكيسان ديال السميده ودرت كاس ديال الفورس ومعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار. وهنا البنات كما كتشوفوا غادي ندير ربعه الكيسان ديال الماء، ها الاول ها الثاني ها الثالث، وغادا نزيد الرابع ونخلط ونشوف عيني ميزاني، غادا نشوف عيني ميزاني واش نزيد الخامس ولا لا، حيت انا شحال مره كناخذ هكا كنلقى يعني كنطيح في السميده اللي كتشرب ليا كنعاود نزيد الخامس، وكاينه السميده اللي ما كتشربش البنات يعني كنكتفي غير بهذوك ربعه الكيسان اللي درت. هنا البنات كما كتشوفوا انا جاني مازال خاطر شويه، دونك البنات غادا نزيد الكاس الخامس. صافي هنا البنات من بعد ما خلطت غادا نديرو في الخلاط الكهربائي حتى كيتحل ليا هكا واحد يعني واحد 3 دقائق يتحل لكم مزيان. جربوا البنات هذه الوصفه هذه، وبالنسبه للبنات اللي ما كينجحش ليهم وان شاء الله غادي تنجح لكم 100%. انا الصراحه في الاول كان مره كيطلع مره ما كيطلعش، ما نهارشت هذه الوصفه في الفيسبوك وجربتها الصراحه، كانت حاطه واحد الاخت صراحه يعني ولا وليت كنديرو بعيني مغمضين زعما يعني كينجح ليا 100%. يعني كذب عليكم الكذاب البنات اللي كاين اللي كيقول لك لا حقه من المقله كتكون خفيفه، حقه من المقله كتكون مشرطه. يعني انا صراحه من نهار جربت هاد المقادير هاد الوصفه اللي عطيتكم دابا صراحه ولا كيطلع ليا، واخا نديرو في اي مقله كيطلع 100% ناجح وكيجي خفيف وكيجي زوين. صافي هنا البنات من بعد ما طحنت داك الخليط ديالي شويه غادا نزيد عليه ديك الخميره ديال الحلوى، غادي نديرها كلها. انا بالنسبه للخميره البنات عندي فيها 15 غرام، يعني بالنسبه للبنات ديال المغرب غادي نديرو جوج خمارات. صافي من بعد ما درت الخميره البنات غادا نعاود نطحن، غير تطحن ليا ديك الخميره صافي. وهالبغرير ها هو واجب، هاد البغريره البنات هاد الوصفه ما كتحتاجوش يعني تخليوها تخمار ولا هذا، صافي اون فوا كطحنو كتخليه يرتاح غير واحد 3 دقائق تقريبا بين ما يعني سخنات المقله صافي، وكتبداو تخبزو ديريكت يعني ما كيشدش ليكم حتى الوقت هكا، ولا كان جاي عندكم شي حد يعني وهذا وما عندكمش الوقت وهذا يعني كديروه بالزربه يعني ما كيشدش الوقت وما كتحتاجوش يعني تخمروه. ها انتم البنات كما كتشوفوا يعني كيجي ناجح 100%. ها انتم البنات كما كتشوفوا يعني كيجي كله مثقب وكيجي خفيف خفيف هشيش. المهم البنات كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه ديال البغرير، وبالنسبه للبنات اللي ما كيطلعش ليهم البغرير هذه الوصفه راها ناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وكنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم التغييرات اللي درت الكوزينه ديالي. والا بغيتوا البنات وبغيتوا تشوفوا هكا الجديد عند واحد شناوه حدايا كيجيبوا داكشي واعر، خليوا ليا كتبوا ليا في التعاليق وان شاء الله ندير ونمشي ندير لكم جوله عليهم جايبين داكشي غزال غزال. المهم البنات مع السلامه.